قول لي اسمك وتقول لي النهارده جايين. اسمي محمد سعيد، جاي اقول للدكتور سيبونا انا مرة. ليه بيعملوا لكم ايه؟ بيفشوا من هنا التكاية. مين المديرية ولا المحافظ؟ ما بيطلع لكمش اي رخص او اي حاجة؟ احنا عايزين نرخص رخصنا مكونات الشرطة، وحضرتك المخالف فينا يتاخد مش هنزعل. يا باشا احنا مش فيها، بس هم الرزق ورانا حضرتك بيش ورانا عيال. انتوا تبع محافظة ايه او منطقة ايه؟ بساتين. بساتين علي عبد العزيز. فايدة كام؟